مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات جوز الهند. عنا كوب جوز الهند، ربع كوب سكر، بدي استعمل رشة صغيرة فانيلا وبيضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط البيضة وحوالي ملعقة صغيرة فانيلا. خليطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم بهيدا الشكل، هلا بحط فوقهم السكر، كمان بخلط منيح. بصروا بهيدا الشكل. هلا منحط جوز الهند، بحطهم على 3 دفعات لجوز الهند. بخلط منيح. كمان هلا اخر دفعة. طريقة كتير سهلة وسريعة، بتتحضر تقريبا بحوالي 5 دقايق. بس خلطتهم بهذا الشكل. نعملهم بهذه الطريقة. شفتوا كيف؟ وبحطهم على ورق الزبدة. بس حطيتهم على ورق الزبدة، هلا بدخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 200 مسبقا. هولي جوز الهند بعد ما طلعوا من الفرن، اخذوا بالفرن حوالي 10 دقايق، منحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. هولي جوز الهند اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.